مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي. درسنا اليوم Unit 8 Lesson 4 اليونت الثامن الدرس الرابع A Pronunciation Game لعبة التلفظ موجودة بصفحة 109 من كتاب الطالب صفحة 107 من كتاب النشاط. قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب باسم الأستاذ طه حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الابتدائي. كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر بيجنا على الفيسبوك الأستاذ طه حسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تقوم من خلال هذا المعرف. صفحة 109 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة Look, Play and Say انظر انظر إلى هذه الصورة Play العب اللعبة and Say وقل أو جاوب على الأسئلة اللي موجودة بهذه الصورة شفويا. إذن الأجوبة اللي نجاوبها شفويا وليس تحريريا يعني مو بالورقة وإنما فقط نقول الجواب شفويا. نانا عندنا لعبة يتم لعبها بداخل الصف. احنا نعرف لعبة الحياة والدرج. لعبة الحياة والدرج شنو قانونها؟ قانونها انه تلعب بين شخصين كل شخص عنده فد مؤشر يأشر عليه يخليه بالحقل الاول او بالمربع الاول ويرمي النرد او الزار. مثلا اذا طلع رقم 3 يوصل هنا مثلا يوصل رقم 3 اذا اكو درج يصعد بالدرج وإذا ماكو يبقى بمكانه ويجاب على السؤال إذا أكو سؤال. مثلا هنا أنا إذا صعدنا بالدرج يقول spell a word with double E انطيني كلمة بها double E انطيني حروف كلمة بها double E. مثلا كلمة seed seed معناها البذرة أخذناها بدروس سابقة. زين إذا جاوب السؤال بشكل صحيح يكمل دوره يشمر الزار مرة أخرى ويكمل حسب الأرقام اللي تطلع له، وإذا ما جاوب السؤال يرجع للمكان اللي كان عليه اللي هو رقم 1. هذا ما يخص هذا النشاط، مجرد لعبة يتم لعبها بداخل الصف. ينقسم الصف إلى فريقين، كل فريق يمثلهم تلميذ يحاولون يجاوبون على الأسئلة اللي موجودة بالصورة، والشخص الفائز أو الفريق الفائز هو الفريق اللي يوصل للنهاية أولاً. زين إحنا اللي يهمنا مو اللعبة، اللي يهمنا الأسئلة اللي موجودة بداخل هذه اللعبة. هاي الأسئلة مهمة شفوياً ممكن يسألها الأستاذ بالامتحان الشفوي المتعلق بأخير السنة. فمثلاً بالنقطة الرابعة أو بالمربع الرابع أكو سؤال يقول What sound does the CH make؟ يا صوت ينطيني هذا ذن الحرفين CH. نعرف أن CH ينطيني صوت التش. مثلا كلمة chair كرسي. بعد نكمل النقطة الثامنة بها سؤال spell a word with double E انطيني كلمة او تلفظ لي كلمة بها double E. مثل ما وضحنا كلمة seed seed معناها بذرة S E E D. number 9 what sound does the SH make؟ ما الصوت الذي يعطيه حرفي الS والH؟ الS اذا جاب صفة H شو ينطيني يا صوت؟ ينطيني صوت الش. مثلا كلمة sheep sheep معناها خروف. بعد 17 او المربع 17 how do you say ly في كلمة quickly؟ يقول لك انها شلون تلفظ حرفي ال ال والواي. احنا نعرف انه ال ال والواي اذا جت بنهاية الكلمة تلفظ لي مثل كلمة quickly. بعد 24 say هذه الكلمة انطق لي هذه الكلمة. هاي الكلمة شلون تلفظها؟ هذه كلمة high هاي معناها مرتفع. Number 23 say a word that has ph انطيني كلمة بها حرفي p والh. مثلا كلمة pharmacy pharmacy معناها صيدلية. 22 what sound does the igh make من الصوت الذي تعطيه هذه الحروف الثلاثة اللي هي الi والg والh. قلنا ان اذا جت هذه الحروف في وسط الكلمة نلفظهن i. مثلا كلمة hi اللي قبل دقيقة قريناها كلمة hi I G H اعطتني صوت ال I ال G H ما تلفظ. بعد السؤال الأخير What sound does P H make؟ ما الصوت الذي تعطيه حرفي ال P H؟ هذا ال P H إذا جت بالكلمة شلون نلفظها؟ إحنا نعرف إن ال P H تلفظ ف مثل ما وضحنا بكلمة pharmacy pharmacy معناها صيدلية. هذا ما يخص هذا النشاط، مجرد لعبة يتم لعبها بداخل الصف، لكن الأسئلة اللي بداخلها أسئلة شفوية مهمة من الممكن أن الأستاذ يسألها بالامتحان الشفوي. ننتقل إلى كتاب النشاط Listen and Sing استمع وغني Write the missing words واكتب الكلمات الناقصة. إذن هذه
أغنية اسمها The Goodbye Song، أغنية إلى اللقاء الخاصة بنهاية منهج الرابع الابتدائي، باعتبار احنا خلصنا المنهج، فهذه الأغنية هي الأغنية الوداعية لهذا المنهج، فيطلب من أن نستمع للأغنية، أكتب الكلمات الناقصة اللي بيها بالكلمات اللي منطينياهن على هذا التمرين. راح نستمع المقطع الصوتي، نملي الفراغات مع المقطع الصوتي، وبعدها راح نعرف شنو المطلوب حفظه من هذا النشاط. Track 151 The Goodbye Song. Listen and sing. It's time to go. We did grade 4. In grade 5, we're going to learn more. What did we do and what do we know? Let me tell you, because it's time to go. We can say January, we can say May, we can have fun every day. We know a bus is bigger than a van, and we can spell beautiful, yes, we can. 100, 500, 1,002, I know a giraffe is taller than you. A desert is dry and a mountain is high. Both of the words sound the same as why. I come from Iraq, what about you? I'm 9 years old, are you 9 too? The passenger is dead and it is 8. I went to bed early, I mustn't be late. We must talk quietly and we mustn't shout. In the classroom we mustn't run about. Tomorrow is the day for which we pray. We're going to work and we're going to play. Hooray, hooray. إذن هذه هي الأغنية الوداعية الخاصة بمنهج الرابع الابتدائي. مجرد نستمع المقطع الصوتي ونكمل الفراغات حسب المقطع الصوتي. هذا النشاط غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. هذا الدرس فقط بالأسئلة الشفوية اللي أخذناها من بداية الدرس مهمات من الممكن الأستاذ يسألها بالامتحان الشفوي بامتحان أخير السنة. هذا كان درسنا لهذا اليوم، الدرس الأخير من منهج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي. أتمنى أني أكون قد وفقت بنقل المادة بأفضل صورة بأوضح صورة، وأتمنى أنكم أحباء التلاميذ أن استفادتوا من هذه الفيديوهات اللي نشرح بيها منهج الرابع الابتدائي. بالختام نشوفكم إن شاء الله بمنهج الخامس الابتدائي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة.